نناقش الملف اللبناني وآخر تطورات الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وانعكاسات اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة. لنقاش كل هذه النقاط ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي علي شندب. أهلا بكم سيد علي، وأبدأ معكم من قرار سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة. كيف يمكن قراءة قراره؟ بدون شك هذا قرار كان متوقع، لم يفاجئ الوسط السياسي. طبعا الشعب اللبناني معروفة الأوضاع التي يعانيها نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي، هو منكوب الشعب اللبناني، منكوب بهذه الطبقة السياسية. لكن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة هو بسبب الاستعصاء والانسداد السياسي في 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 العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية من جهة، وأيضا في محاولة تغور فريق رئيس الجمهورية ومن خلفهم حزب الله على الحكومة الحالية والتحكم بها من جهة أخرى. لهذا الأمر، أمام هذا الاستعصاء، كان لابد من هذه الاستقالة التي يبدو وكأن الطبقة السياسية رغم مآلات لبنان والأوضاع البائسة والسيئة، اليوم الدولار وصل إلى تجاوز 20,000 ليرة، هناك حالة انسحاق كامل للبلاد في حالة جمهورية الأشلاء يمكن أن نسميها، تداعيات خطيرة على البلاد. نحن في أزمة عميقة تعانيها المنظومة السياسية التي باتت غير قادرة على أن تتناسل وعلى إعادة إنتاج نفسها، وليس أزمة نظام كما يحاول حزب الله وزعيمه حسن نصر الله التسويق والترويج بأن المشكلة باتت أزمة نظام، الأمر الذي يستدعي تعديلا في النظام، إنها أزمة المنظومة المتحكمة بالنظام والتي يرعاها حزب الله. في ردود الفعل الدولية الأولى حول قرار الحريري كان هنالك رد فرنسي، ربما لم تتغير اللهجة عن الأيام الماضية، حول المتسببين في الأزمة في لبنان، وتحدث وزير الخارجية عن أن المتسببين فيها لم يتمكنوا من إخراج لبنان من هذا النفق المظلم كما وصفه. كيف يمكننا قراءة الموقف الفرنسي، وهل ينبئ عن مواقف مقبلة قد تكون في على شكل عقوبات مثل ما سمعنا؟ يعني الفرنسيون ومنذ زيارة رئيسهم ماكرون وحفلة الخيانة الجماعية التي تعرض لها من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين تعهدوا له بالالتزام بمبادرته، كما قال هو قال أنا تعرضت لحفلة خيانة جماعية من المسؤولين في لبنان، يلوحون دائما بالعقوبات. لكن العقوبات الفرنسية وقعها على 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 المسؤولين اللبنانيين المستهدفين بها ربما يشبه وقع العطور الباريسية الجميلة. العقوبات الأمريكية لم تفعل فعلها في هؤلاء المسؤولين، فما بالنا بالعقوبات الفرنسية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن النظام السياسي اللبناني، المنظومة الحاكمة، هي منظومة نشأت وترعرعت وكبرت في كنف في فرنسا والولايات المتحدة بصفتهما الراعيين الأجنبيين لاتفاق الطائف وللسلم الأهلي في لبنان، لكن وهم من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور في لبنان. الصفقات كانت تتم بعلمهم، والمشروعات كانوا يعرفون بالمحاصصات التي كانت تجري فيها، ولم يحركوا ساكنا. كان بإمكانهم إيقاف هذه الأمور عدة مرات، لكنهم في كل مرة كانوا يعقدون المؤتمر تلو المؤتمر على قاعدة علنا يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن أبدا. عندما وجدوا أن البلاد وصلت إلى الانهيار المحدق والمحتم، وأن هذا الانهيار قد يضر بأمنهم الداخلي نتيجة هجرات متوقعة من اللبنانيين ومن السوريين ومن الفلسطينيين، استنفروا عن بكرة أبيهم بغية محاولة درء الأخطار عن طريق دعم الجيش اللبناني حصرا كي يضبط لهم قوارب المهجرين من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين باتجاههم. بدون شك لبنان ينذر بفوضى عارمة ومستطيرة، لا أحد يعرف متى تبدأ ولا أحد يعرف
منتهاها. ما السيناريوهات المستقبلية لحكومة الإنقاذ التي لم تتشكل منذ أشهر؟ وهل لدى عون اليوم مشروع بديل عن الحريري؟ أعتقد بأن ميشيل عون رئيس الجمهورية سوف يكمل ولايته التي تحتاج بضعة أشهر، سنة وشهرين تقريبا كي تنتهي، سيكملها بدون حكومة فاعلة مشكلة. أعتقد بأنه لا يوجد أي شخصية سنية بإمكانها التجرؤ على أن تقبل وتتلقف كرة النار وتقبل بتشكيل حكومة. أعتقد بأن هناك إجماعا سنيا تقريبا، أولا الحريري بصفته الزعيم السني المتقدم برلمانيا سوف لن يسمي أحد لتشكيل الحكومة كما أعلن، وبالتالي هناك استعصاء في تشكيل حكومة جديدة، إلا إذا قرر حزب الله ومن خلفه إيران استنساخ حكومة اللون الواحد عبر المستنسخة على شاكلة الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب. أغلب الظن بأن حزب الله لن يسير بهذا الاتجاه، وأن حكومة حسان دياب المستقيلة المصرفة للأعمال سوف تستمر في تصريف أعمالها وإجراء انتخابات نيابية إذا سمح الوضع السياسي، وأيضا إذا لم تنطلق الفوضى الأهلية الأمنية وتطيح بما تبقى من صورة الدولة والمؤسسات في البلاد. الحديث عن هذه الفوضى الأمنية يقودنا للتساؤل عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني والأسواق اللبنانية، خاصة بهذا سعر الصرف الواضح الذي حدث والواضحة تغييراته وتأثيرات الموقف السياسي على هذا الشأن الاقتصادي. كيف يمكن ربما تقييم صبر المواطن اللبناني، وإلى متى سيصبر؟ بدون شك هي إن يعني هذه هي المأساة، مأساة الشعب اللبناني اليوم، ليست فقط في ارتفاع الدولار أمام وانخفاض سعر الليرة اللبنانية، ليس هذا فقط، هناك أزمة أكثر بشاعة. المرضى لا يجدون دواء، الصيدليات أقفلت، الوقود الطوابير بالكيلومترات الطويلة، الكهرباء غير متوفرة، وهناك اشتراكات، وهناك يعني إلى آخره. أنا الآن مثلا أعمل على ضوء بطاريات UPS، وبالتالي الأزمة الحياتية والاجتماعية أزمة مستعصية لا قبل للمواطنين اللبنانيين في الاستمرار فيها. اللبنانيون اليوم يعيشون على ما يرسله لهم أبنائهم وأهاليهم المغتربون في الخارج من بعض دولارات قليلة كي يتمكنوا من مواجهة جائحة الجوع والإفقار الممنهج. أنا أعتقد لقد قالت لي سيدة بالأمس، قال لي رجل كهل بالأمس، إن المرأة إذا جاعت قد تأكل طفلها، في تعبير خطير عن مدى استشراء الفقر والجوع بين شرائح متعففة واسعة من اللبنانيين، أصابت الطبقة الوسطى. هذا وضع كارثي وغير مسبوق، لم يعرفه اللبنانيين لا خلال الاجتياحات الإسرائيلية المتعاقبة ولا حتى زمن الحرب الأهلية. نحن في مأساة حقيقية. مثلا العراقيون يعيشون مثل هذا الواقع البائس بعد احتلال العراق، ونتيجة طغمة متحكمة في العراق، نحن تحكمت بنا هذه الطغمة بدون احتلال. إن يعني الكارثة سوبر كبيرة. أعان الله شعبنا اللبناني والعربي في كل مكان. شكرا جزيلا لك الكاتب المحلل السياسي علي شندب، حدثتنا عبر سكايب من طرابلس.